ناب عنهم في الدفاع عن القدس، في الدفاع عن الأقصى، في مواجهة المحتل، في استنفار الأمة، ناب وتقدم وضحى بدمه. كيف لا وهو ابن البطل الطيار نصر جرار. نقول هنا الطيار لأنه خاض ثلاثة معارك، في معركة فقد رجليه، ومعركة أخرى فقد يمناه، وتسلح بالإيمان، لم يبقى له إلا الإيمان ويسراه. لذلك في آخر معركة عندما حوصر البطل الشهيد نصر جرار قال لإخوانه من المجاهدين: انسحبوا وسأغطي عليكم وسأبقى هنا لأدافع عن فلسطين. ثم انسحب الجميع وبقي هنا ليحمل السلاح بيسراه ويدافع ويقاتل ويخوض اشتباكا متقدما جريئا شجاعا في سبيل الله سبحانه وتعالى ليقض مضاجع اليهود. وهنا ينظر إلى هذه المعركة وهو ابن 7 سنين، البطل الهمام، بطلنا في هذه المرحلة، البطل الشهيد أحمد نصر جرار، ليشهد المعركة ويقسم اليمين أن يكررها مرة أخرى نيابة عن الأمة العربية وعن الإسلامية وعن أهل فلسطين وعن أهل الضفة الغربية وعن غزة وعن 48 وعن الشتات، ليقول للعدو الصهيوني: أنا ابن جرار، إن شاء الله تعالى أقسمت اليمين أن يبقى الحبل على الجرار، لا نتوقف في عائلة جرار وفي عائلات كل أهل فلسطين المجاهدة الثابتة العاملة في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقصف أباه ويثبت ويحمل السلاح بيسراه، لكنه يتقدم ابنه البطل الشبل الذي تعلم الدرس صغيرا ورضع الشجاعة صغيرا ليكرر هذا الأمر مرة أخرى. لماذا أيها الإخوة الكرام؟ لأن الإصرار الذي حمله عائلة وأبناء أهل جرار هو العنوان، هو عنوان الانتصار، هو عنوان الفخار، هو عنوان العمل في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأن يبقى عنوان مرتفع أنه لا مكان لنتنياهو، لا مكان لنتنياهو. لذلك عندما يقول نتنياهو على مسامعكم جميعا: لن يهز أحمد جرار روح إسرائيل، من هنا بدنا نهتف مع بعض ونقول لك قد هزناك، هزناك مع بعضنا البعض. بدكم تهتفوا معي؟ بدنا نقول لنتنياهو مع بعض بصوت عالي عشان يسمع نتنياهو: يا جرار يا جرار، انت بداية الانتصار، انت بداية الانتصار، يا جرار يا جرار، انت عنوان الفخار، يا جرار يا جرار، انت عنوان الفخار، يا جرار يا جرار، بشجاعتك بدا العدو ينهار، يا جرار يا جرار، بثباتك عدو انهار، يا جرار يا جرار، على عدوك الدمار، يا جرار يا جرار، على عدوك الدمار، يا جرار يا جرار، يا ابن الشهيد الطيار، يا جرار يا جرار، انت الشهيد الطيار. لذلك ايها الاخوة الكرام، وهنا ونحن في جبال البلد، بلد الشهداء، نحتفل بهذا الشجاع، نحتفل بهذا الجريء. لماذا؟ لقد أمضى عمره وهو صامت، لكن أحمد نصر جرار كان لديه صمت المليء، صمت الجريء، صمت الذي كان يحصل نفسه ويدربها على هذه اللحظة ليرفع راية الأمة، ليرفع راية الجهاد، ليرفع راية الإسلام، ليرفع راية القسام، ليرفع راية ماذا؟ الجهاد والمقاومة. ومن هنا نقول، ومن هنا لابد من توجيه عدة رسائل. الرسالة الأولى:
إلى أهلنا في الضفة الغربية وإلى أهلنا عائلة جرار، لقد رفعتم رؤوسنا عاليا في سبيل الله سبحانه وتعالى عندما تمسكتم بالأرض وتمسكتم بالجهاد والمقاومة وقفزتم على كل الحواجز التي توضع في طريقكم من المدلهمات والعقبات والأجهزة الأمنية وكل المطاردة. ولذلك نقول هنا في رسالة ثانية إلى التنسيق الأمني، في هذه المرة لن أطالب أهل التنسيق الأمني بإنهاء التنسيق الأمني. عارفين ليش؟ اسمعوا ليش. لا أريد مطالبتكم بالتنسيق الأمني. لماذا؟ لأنكم لم تسمعوا إلى كل قطرة دم من شهيد ناداتكم بتوقيف التنسيق الأمني، وكل آهة وكل أنة من الأسرى والجرحى ناداتكم بالتنسيق الأمني، ولكن لا حياة لمن تنادي. ناداتكم خطبة فصائل المقاومة ورؤسائها وكل أهل فلسطين ناداتكم بالتنسيق الأمني، ولكن لا حياة لمن تنادي. ناداتكم الشعوب العربية والإسلامية بإيقاف التنسيق الأمني، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولكن أيها المنسقون، أيها المطبعون، أيها المتواطئون، سيقف وينهار هذا التنسيق الأمني. أتعرفون متى؟ عندما نراكم الانتصار تلو الانتصار والعمل في سبيل الله سبحانه وتعالى والفخار، وعندما تنهار هذا الكيان من الصليبيين والصهاينة، ستنهارون وسيأخذونكم معهم إلى مزبلة التاريخ. لكن لا زال لكم فسحة، فهناك لديكم 70,000 قطعة توجه إلى صدور المجاهدين، توجه إلى صدور المقاومين. أما آن لكم أن ترجعوا إلى الله؟ أما آن لكم أن ترجعوا إلى الله؟ كيف لا؟ وقرارات العدو الصهيوني في كل يوم تركلكم ركلا. عارفين ايش معنات الركل يا امتنا العربية الاسلامية بالفلسطيني؟ شلوط. يعني كل يوم العدو الصهيوني بيضرب اصحاب الاجهزة الامنية، شلوط شلوط في قرار، ولا زلتم متمسكين بالتنسيق الامني. ستركلكم قرارات العدو التي تحتقركم وتعتقد انكم من خان شعبه، من خان دينه، من خان عقيدته، من خان مقدساته، فانه الى مزبلة التاريخ. لكن لا زال لكم فسحة من التوبة والأوبة والعودة إلى دينكم، إلى عقيدتكم، إلى وطنكم، إلى مقدساتكم، إلى شعبكم. كيف لا؟ وكما قلنا، لا زالت قطرات دماء الشهداء المتوالية، لا زالت شهامة الشهداء وشهامة الأسرى ومروءة الأنات من الأرامل والأيتام كلها تناديكم. لذلك عدوكم الذي تخدمونه والذي لم يبقي لكم شيء، أما آن لكم أن تعودوا بعد 25 سنة من الفشل المتراكم، أن تعودوا إلى حضان شعبكم. كان أحمد جرار يحتاج منكم إلى الالتفاف وأن تساندوه وأن ترسلوا مجموعة من المجاهدين يحملون الكلاشينات منكم ومن غيركم. كان لا يحتاج إلى هذا الأمر، ولا يحتاج نقل المعلومات ولا التنسيق الأمني. لذلك ستركلون كما ركلكم عدوكم إلى مزابل التاريخ، فاستغلوا هذه الفرصة. ولذلك بعد ما ننتصر مش تقولوا إن كنا معكم، لا، ما كنتوش معنا، كنت معهم. ولذلك احذروا أيها الإخوة الكرام في حال الانتصار أن تولوا هؤلاء أي منصب من مناصب العز والفقار، فإن منصبهم ومكانهم في الدرك الأسفل من النار. لذلك أيها الإخوة الكرام، ونحن نقف اليوم نعتز بهذا البطل، لنوجه رسالة إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، في غزة، في الضفة، في 48، في الشتات، نذكركم بمقولة الشهيد البطل عماد عقل الذي ذكرنا به الشهيد البطل أحمد نصر جرار عندما قال: قتل اليهود عبادة. لذلك أيها الإخوة الكرام، أيها الشباب في كل مكان من أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، بل أماكن تواجد الأمة العربية والإسلامية، أينما وجدتم صهيوني يحمل السلاح ضدنا أو يتآمر علينا، لابد من قتله. هذه هي رسالة الشهيد البطل أحمد جرار، هذه الرسالة الأخيرة، فكونوا الأوفياء
كونوا الأوفياء للدماء وللشهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك من هنا من جبال البلد من شمال غزة، من غزة نقسم اليمين، نقسم اليمين على التمسك بالدين وأن نبقى الأوفياء بإذن الله سبحانه وتعالى لديننا، لمقدساتنا، لأقصانا، لقدسنا. ولذلك أيها الإخوة الكرام نبشركم بأن المعركة الفاصلة القادمة قريبة جدا جدا إن شاء الله تعالى. سينهار هذا الكيان كمن مثل ما انهار أولياءهم هنا في غزة، والذي وصف بأنه الكيان الكرتوني، عندما نحزم أحزمتنا على أوساطنا، على وسطنا هان، على صدورنا وعلى بطوننا إن شاء الله تعالى، ونحمل عقيدتنا في قلوبنا وإيماننا في صدورنا، سنتقدم بإذن الله سبحانه وتعالى في انفجار في جحافل إيمانية، سنتقدم على العدو الصهيوني من كل حدب وصوب، وهو قادم قادم. عندها اليهود سيفرون من أمامكم. لذلك أيها الإخوة الكرام هنا نرسل رسالة من هنا من غزة الأبية إلى أهلنا في الضفة الغربية، حرضوا أنفسكم على كل من تلقون من المستوطنين ضربا وجرحا وطعنا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة الكرام نذكركم بقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من قصد الله سبحانه وتعالى مجاهدا فتح الله عليه آلاف بل مليارات بل تريونات السبل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ألا ترون هذا الفدائي الذي طعن في هذا اليوم؟ المين المستوطن وجده منفردا وطعنه برغم كل الأجهزة الأمنية والحواجز الأمنية وقوة الطيران والدبابات ومن ولهم من الأجهزة الأمنية العميلة، وبرغم هذا استطاع هذا الفدائي بكل جرأة وشجاعة أن يصل لهذا المستوطن. لذلك رسالة هذا الشهيد، رسالة هذا المطارد الجديد، هي دعوة لكل منكم أن يكونوا، أن تكونوا هؤلاء الشهداء والمطاردين ماذا؟ أسوة لكم، أسوة لكم. ونعدكم هنا في غزة يا أهلنا في الضفة الغربية أن نراكم القوة فوق القوة، والإعداد فوق الإعداد، والصاروخ فوق الصاروخ، والنفق فوق النفق، كل ذلك إعدادا لنتواصل معكم، لنلتحم معكم في المعركة القادمة بيننا وبين الخليل من رأس اللي هو بيت حنون. عارفين قديش بين رأس أهل غزة من بيت حنون وبين رأس الخليل؟ 40 كيلو. سنختصرها في الزمان وسنختصرها إن شاء الله تعالى بكل عنفوان عندما نلتحم مع إخواننا في الخليل وفي الضفة الغربية، وعندما نسيطر إن شاء الله تعالى في المعركة القادمة على المجدل وعسقلان، وتكون لنا قاعدة انطلاق لتحرير إن شاء الله تعالى القدس وتحرير حيفا ويافا. وحطوا مليون خط تحصفت بدنا نحرر صفت. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. في الختام نطير التحية، كل التحية إلى عائلة جرار الأبية المجاهدة الصابرة المحتسبة التي ضربت لنا أروع المثال في القتال وفي الجهاد. ثم نطير التحية، كل التحية إلى زوجة الشهيد نصر جرار وإلى أم الشهيد أحمد نصر جرار، هذه المرأة الصامدة التي اجتازت بكل جرأة وشجاعة وثبات وصبر كل مرحلة المطاردة، ثم ربت أبنائها، ربت أحمد وغيره من أبنائها على الجهاد والثبات، كل التحية. لقد رفعت رؤوسنا يا أم صهيب، لقد رفعت رؤوسنا يا أم صهيب، وأنت تربين أحمد على الجهاد وعلى القرآن وعلى سنة العدنان، رفعت فلك كل التحية يا أم صهيب، كل التحية من غزة الأبية. ولك ولقد رفعت رؤوسنا ومثلت إضافة جديدة إلى خنسوات فلسطين، فأنت الآن لابد من إطلاق عليك خنساء الضفة. يا أم صهيب جرار إنك خنساء الضفة كما كانت أم نضال خنساء غزة وخنساء فلسطين. إذن نضيف في كل يوم في حماس وفي كتائب عز القسام خنساء جديدة إلى خنسوات فلسطين، فأنت خنساء الضفة، فحرضي واثبتي واصرخي في وجه الأعداء كما كنت دائما. كذلك نوجه التحية، كل التحية إلى أبناء حماس، إلى أبناء القسام، إلى شبابنا في الضفة الغربية الذين خرجوا في مسيرات حاشدة عندما هتفوا معا
عالجرار، يا جرار يا جرار، الحبيل عالجرار. نحن ندرك يا شباب الضفة أن الحبيل عالجرار، وأنتم الذين ستمثلون سلسلة متواسية متواطلة متتالية بإذن الله سبحانه وتعالى. لا تخونوا أحمد فواصل بعد أن دفنتموه فلم تدفن معه لا العزة ولا الكرامة، فورثكم أحمد العزة والكرامة والمروءة والشفاء والشهامة والجهاد، وكونوا على تواصل بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك تحية خاصة خاصة إلى أهل جنين، كيف لا، وجنين تمدنا بالمجاهدين من لدن عز الدين القسام، ومرورا بعبد الله عزام، ومرورا بأحمد نصر جرار. هذه البلدة، هذه المدينة، هذه المرابطة في سبيل الله سبحانه وتعالى في كل يوم تخرج لنا من مكنونها المجاهدين الذين يمثلون رمزا للأمة العربية الإسلامية. لذلك في هذا اليوم نقدم أحمد رمزا شهيدا للأمة العربية الإسلامية، كذلك في هذا اليوم نقدم جنين بلدة مجاهدة في صابرة رمزا للجهاد والمقاومة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكل بلدات فلسطين وكل قرى فلسطين هي رمز من رموز الجهاد والمقاومة، إلا منطقة واحد عارفين شيء هي المقاطعة، فهي عار 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 على أهل فلسطين. فتخلصوا يا أهل الانتصار، فتخلصوا يا أهل الفخار، فتخلصوا من هذه المقاطعة التي يجب أن تكون إلى بواب. والسلام عليكم ورحمة الله. طلقة طلقة ونار بنار، كلنا أحمد جرار. طلقة طلقة ونار بنار، كلنا أحمد جرار. يا جرار يا جرار، الحافل على الجرار. طلقة طلقة ونار بنار، كلنا أحمد جرار. شكرا لعضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الأستاذ فتحي حماد أبو مصعب على هذه الكلمة. وما قضى أحمد نصر جرار ووالده من قبل إلا دفاعا عن القدس ودفاعا عن المسجد الأقصى الذي سندخله محررين بإذن الله سبحانه وتعالى كما وعدنا ربنا سبحانه وتعالى. سنبقى وإياكم الآن مع تأبين للشهيد المجاهد أحمد نصر جرار، فليتفضل مجاهدو كتائب القسام على بركة الله تعالى. يا كتائب عز الدين ثوروا عن الغاصبين، هذا نصر جرار قاد الثورة جنين. يا كتائب عز الدين ثوروا عن الغاصبين، هذا نصر جرار قاد الثورة جنين. هي 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 هي، حي الصقر جرار غضبه لهيب نار، حي الصقر جرار غضبه لهيب نار. الثورة كالإعصار، الثورة كالإعصار، على المحتل اللعين، على المحتل اللعين. يا كتائب عز الدين ثوروا عن الغاصبين، هذا نصر جرار قاد الثورة بجنين. يا كتائب عز الدين على الغاصبين، هذا نصر جرار قاد الثورة بجنين. في قلوبنا ذكراك عهدا ولا ننساك، في قلوبنا ذكراك عهدا ولا ننساك. اصبر خذهم معاك، اصبر خذهم معاك، هالاستشهاديين هالاستشهاديين. كتائب عز الدين عن الغاصبين، هذا نصر جرار قاد الثورة بجنين. يكتب عشرين على الغاصبين، هذا نصر جرار قاد الثورة بجنين. هاي 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 الغاصبين، هذا نصر جرار
قاد الثورة بجنين نتائب عز الدين ثورو على القاسمين هذا نصر جرار قاد الثورة بجنين هي حي الصقر جرار غضبوا لغيبوا نار حي الصقر جرار غضبوا لغيبوا نار الثورة كلها صار مجاهدين سلام شهيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أنا ثائر جديد وأيقونة نصر متجددة أقسم اليوم عهدي وبيعتي مع الله أولا ثم مع دماء شهدائنا الأبرار أن أصون دماءهم وأحفظ وصيتهم وأن تستمر معركة العودة إلى الأوطان وعودة مجد الدين فيا رجال الضفة ويا شباب الضفة يا شباب ضفة العياش والهنود وزلوم وطوالبة وأبو جندل ونصر جرار وأحمد جرار أعلنوها ثورة يا غضب الضفة لا تهدأ أعلنها ثورة يا غضب الضفة لا تهدأ أعلنها ثورة يا غضب الضفة لا تهدأ أعلنها ثورة ورسالتي لكم يا قطعان المستوطنين أن ارحلوا عن ضفتنا وعن قدسنا وعن أرضنا ارحلوا عنها وأنتم أحياء قبل أن ترحلوا عنها جثثا هامدة في أكياس سوداء سنحيل مستوطناتكم إلى مقابر بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا دليل عهد صدقي وأحمد جرار ونصر جرار دليل صدق عهدي ووفائي لوطني وشهداء وطني بإذن الله سبحانه وتعالى الصقر جرار غضبوا لغيبوا نار الثورة كالإعصار الثورة كالإعصار على المحتل اللعين على المحتل اللعين يا كتائب عز الدين دوروا على الغاصبين هذا نصر جرار قاد الثورة بجنين يا كتائب عز الدين دوروا على الغاصبين هذا نصر جرار بمثل هؤلاء نحرر بلادنا وأوطاننا بمثل هؤلاء المجاهدين بمثل أحمد جرار ووالده نصر جرار سندخل المسجد الأقصى وسنفتح مدينة القدس بإذن الله سبحانه وتعالى وليتبروا ما علوا تتبيرا فيا ضفة العياش انتفضوا يا ضفة العياش ثوروا في وجه المحتل ثوروا في وجه المحتل وأعوانه واعلموا جيدا قول ربكم سبحانه